أكد معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية على أهمية مفهوم التوازن المالي كركيزة ودعامة أساسية للعمل التنموي. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حول هذا الموضوع مع معالي السيد محمد عبد الله الجدعان وزير المالية في المملكة العربية السعودية الشقيقة في إطار منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 في الرياض. وأوضح الوزير أن الوصول إلى التوازن المالي له انعكاسات إيجابية على العمل الحكومي في مجمله والقطاع الخاص والمجتمع بوجه عام، كما أنه يعد بمثابة رسالة إيجابية لقطاع الأعمال مفادها توافر البنية المالية والاقتصادية المواتية للاستثمار، مشيرا إلى أن المقصود هنا ليس تحجيم أو تقليص الإنفاق الحكومي ولكن توجيهه في المسارات السليمة على النحو الذي يكفل تحقيق أقصى عائد ممكن للموارد المالية المتاحة. كما نوه معاليه بمؤشر رأس المال البشري الذي صدر عن البنك الدولي مؤخرا، مشيرا إلى أنه يجسد الدور الحيوي للاستثمار في العنصر البشري في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بتوفير خدمات التعليم والرعاية الصحية عالية الجودة. يجب أن تقوم باكتساب واحد من هذه البرامج وتنفيذها. حسنا، من المهم أن يكون لدينا توازن مالي لأنه يضمن نمو الاقتصاد لديكم على المدى البسيط، على المدى المتوسط والطويل، وكذلك يوصل رسالة للأفراد وللمجتمع الأعمال، رسالة تبين كيف نبلي بلاء جيدا في اقتصادنا، وهو يعبر عن الاستقرار وعن القدرة على فهم كيفية التخطيط بشكل أفضل على المدى القصير والمتوسط والطويل. وجوهر الأمر أن التوازن المالي يقدم لنا الطاقة الدافعة عندما نحقق النمو الاقتصادي ونحافظ على هذا النمو الاقتصادي، ولكي نكون قادرين على تقليل الديون عندما يكون اقتصادنا يعمل بشكل جيد. ولذلك هذا الأساس موجود لدى الحكومتين، ولكن هذه الأداة كذلك تسمح لنا بالتركيز أفضل على الأشياء الأكثر أهمية مثل النمو الاقتصادي و إيجاد فرص العمل وخلق فرص العمل. والعالم يتحرك بوتيرة في التعليم وفي الوظائف النوعية بشكل يجعل أن محاولة المواكبته هي في حد ذاتها تحدي كبير. احنا سعيدين بالمشاركة مع سيدي سمو ولي العهد في هذه المبادرة اللي تستقطب مستثمرين من جميع أنحاء العالم، ومشاركتنا اليوم انطلاقا من حرصنا مع شركة مع أخواننا في المملكة العربية السعودية في جذب مزيد من الاستثمارات للمنطقة، وحرصنا أن نكون متواجدين في هذا المحفل الهام، وإحنا سعيدين لنعلن لإخواننا في المنطقة عن قوانيننا وأنظمتنا ومبادراتنا في البحرين من حيث وجود قانون جاذب للاستثمار وخصوصا بالقطاع العقاري.